السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة بشأن تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، والذي يوثق ارتفاع عدد وفيات المعتقلين في السجون الحكومية خاصة بين فئة الشباب ومن قضوا فترة محكوميتهم، وسط اعترافات بوجود عمليات إبادة ممنهجة تمارس ضد السجناء بدوافع طائفية وأيضا بدوافع انتقامية. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، وعبر سكايب من لندن ننتظر مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، وعبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. مرحبا بكم ضيوفنا في هذه التغطية مشاهدينا الكرام، وقبل البدء بمناقشة محاور التغطية نتابع تقرير الإنفوغراف والذي تناول أبرز ما ورد ضمن تقرير قسم الحقوق، فلنتابع. إذن مشاهدينا الكرام نناقش في هذه التغطية الخاصة تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، والذي يوثق بشكل واضح وجلي ارتفاع عدد وفيات المعتقلين في السجون الحكومية وخاصة من فئة الشباب. أبدأ معكم دكتور أيمن وأجدد الترحيب بكم. دكتور، قبل الدخول في حيثيات التقرير الذي أصدرتموه وبنظرة عامة وعنوان عريض، هل ساهمت سيطرة الميليشيات على الدولة العراقية في أنه تزداد المعتقلات السرية والعلنية والاعتقالات ذات الصبغة الطائفية دكتور؟ تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولجميع المشاهدين. في الحقيقة هذا يعني أس المشكلة وأصل الموضوع، وهو ما ابتلي به العراق بعد 2003 من سيطرة الميليشيات واستفحالها وهيمنتها على المشهد العراقي، المشهد العسكري والمشهد الأمني والمشهد الاقتصادي. هذا كله حقيقة من جملة الابتلاءات الكبيرة التي ابتلي فيها العراق. طبعا الميليشيات أخي الكريم لا قانون لديها، لا تخضع لأي يعني لا يمكن يعني وصفها إلا ميليشيات، والميليشيات هي جهات يعني خارج القانون، لا تحمل صفة قانونية بشكل أو بآخر، لذلك هي غير مسؤولة، تعتقد أنها غير مسؤولة عما تفعل، ولذلك هي أعطيت مساحة كبيرة. اليوم في العراق يعني الكلمة العليا واليد الطولة هي للميليشيات من دون غيرها من أي جهة أخرى، يعني حتى الأحزاب المتنفذة والحاكمة في العراق اليوم لا تستطيع أن تتجاوز رغبات هذه الميليشيات أو تنفذ أمور خارج مخططات التي يراد تنفيذها على أيدي هذه الميليشيات. فمن جملة هذه المشاكل الكبيرة هي مشكلة المعتقلات السرية والمعلنة في العراق، انتشارها بشكل كبير لأنها أصبحت يعني تعلم جنابك، كل ميليشيا هي
تعتبر نفسها يعني كيان بحد ذاته، له معتقلاته الخاصه، له الابنيه الخاصه له، فلذلك اصبح هنالك كم هائل من السجون السريه فضلا عن المعلنه. يعني لدينا في العراق اليوم اكثر من 55 سجن يعني مركزي، نعم، اضافه الى اكثر من 1000 مركز توقيف، هذا طبعا من ضمن مراكز التوقيف في مراكز الشرطة. لكن ما هي أعداد السجون السرية؟ ما هي أين تكمن هذه السجون؟ من يديرها بشكل مباشر؟ هذا كله حقيقة غير يعني محظور أن يتم الإعلان عنه، أو غير متاح أي معلومة بهذا الشأن. لماذا؟ لأن من يسيطر على هذا الموضوع يسيطر عليه الميليشيات الولائية. الميليشيات الولائية هي موالية لإيران، هي مستعدة بكل مناسبة تؤكد أنها تقاتل ضد العراق مع إيران. فبالنتيجة هي طبعا متخذة من الصبغة الطائفية. نعم. متخذة من الصبغة الطائفية حقيقة، يعني لتوسيع إجرامها وتوسيع يعني الانتهاكات التي ترتكبها. فلذلك هي تتخذ من الصبغة الطائفية حجج، وإلا هي بالنتيجة كلنا يعلم ماذا فعلت الميليشيات بالنسبة لثوار تشرين. نعم. وماذا يعني حقيقة جهارا نهارا، قتل علني للمتظاهرين السلميين وللناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي كانت المظاهرات في محافظات الجنوب. فلذلك هي، لكن بالخصوص للتشخيص، هنا نذكر حقيقة للتشخيص أنه 90% من المعتقلين الذين تم اعتقالهم وزجهم في السجون هم من العرب السنة، لأنها تعلم جنابك بالبداية كانت الأمر يعني شبه مغطى أو مخفي، بالنسبة أنها كانت تتخذ الطائفية ذريعة لتنفيذ مخططاتها. لكن بعد 2019 يعني سقط القناع وتبين للجميع أنها يعني تخاصم كل من يعارض أو يناهض طيب النفوذ الإيراني في العراق. دكتورة فاطمة، مرحبا بكم. إذا كانت الميليشيات مسيطرة بشكل مطلق على السجون، وهي بطبيعتها هي مسيطرة على مفاصل الدولة في العراق، في هذا الإطار دكتورة، هل يمكن أن نعفي الأجهزة الأمنية من تورطهم في ارتفاع عدد الوفيات داخل السجون والمعتقلات في هذه النقطة تحديدا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وحي مشاهديكم الكرام وضيوفكم الكرام. الحقيقة لا يمكن بأي حال من الأحوال إعفاء يعني المسؤولين عن الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات داخل السجون. كل من له علاقة بالسجون كإدارة، كسلطات قضائية، كسلطات تنفيذية، يعني ابتداء من رأس الهرم في السلطة، مرورا حتى برئيس الجمهورية باعتباره مسؤول عن أرواح العراقيين، كل هؤلاء مسؤولون عما يحدث داخل هذه السجون، ولا يمكن إعفاء أي شخص، وخاصة أن هناك في العراق سلسلة كما هو معروف من المسؤولين الأعلى إلى الأقل منهم، الذين من يصدرون الأوامر، من يستلمون الأوامر. إذن أين كانوا هؤلاء مما يحدث في هذه السجون من انتهاكات تصل حتى إلى الإخفاء القسري داخل هذه السجون وتصفية السجناء والنزلاء؟ كل هؤلاء الذين يمرون بسلسلة إلى أن يصلون إلى أقل
مسؤول في هذه السجون، جميعهم مسؤولون عن ما يحدث في السجون. لا ننسى أن هناك حتى من يقومون يعني بتوريد مثلا الطعام، توريد ما يحتاجه المساجين أو يعني الموقوفين أو النزلاء من يعني الأساسيات الحياة. حتى هؤلاء يعني تصل لهم طائلة المسؤولية باعتبارهم مسؤولين ولهم علاقة بهذه السجون، وشاهدنا كيف أنه وسمعنا بالتقارير التي تتحدث عن حمليات فساد كبيرة تأخذ السجون في إطعام المساجين وغيرها ونظافة وغيرها. كل هؤلاء يدخلون في طائلة المسؤولية، والسلطات الرقابية أيضا المسؤولة عن مراقبة ما يحدث في السجون من سلطات قضائية، من منظمات حقوقية، حتى مفوضيات حقوق الإنسان. كل هؤلاء تقع على عاتقهم مسؤولية لأنهم باعتبارهم السلطات الرقابية والمسؤولة عن ما يحدث من مراقبة وتوثيق ما يحدث للسجناء من انتهاك. أستاذ ضياء حياك الله، يعني ربما الطرف المقابل ربما يتبجح ويقول أن التعذيب الذي يجري داخل السجون هي حالات فردية وتصرف شخصي، كيف يمكن الرد على هؤلاء أستاذ ضياء؟ الانتهاكات، بالبداية تحياتي للجميع. حقيقة الانتهاكات التي تحدث في السجون العراقية هي انتهاكات مبرمجة، من ضمنها التعذيب، من ضمنها القصر في أداء واجبات المؤسسات المهتمة بهذا الخصوص، منها وزارة العدل أو الأجهزة الأمنية وحتى الأجهزة العسكرية، هي كلها متهمة بانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون. لأنه هذه الانتهاكات الذي تقوم بها الميليشيات أو هم ما يقولون بعض الأجهزة المنفلتة، إذن هم تحت رعاية هذه الدولة، وهي الدولة هي المسؤولة الأول والأخير عن حالة السجناء وعن السجين الموجود، لأن هنالك تعذيب وهناك انتزاع الاعترافات بالقوة من تحت التعذيب، ولربما يموتون، يعني كثير ماتوا من تحت التعذيب. هذا الأمر يتعلق بالأجهزة الأمنية، والمختصة فيه هي وزارة العدل. يعني وزارة العدل والقضاء العراقي إذا كان هو قضاء عادل لا ينظر لهذه الأمور بالصيغة الجدية وبصيغة يعني فعلا حتى تثبت امام الدول العالم انه العراق بلد يعني السجون. لهذا السبب عدم اعتراف دول العالم بالمحاكم العراقيه، يعني حتى المحاكم العراقيه غير معترف بها، لان المحاكم العراقيه هي محاكم اغلبها تحدثوا الاخوان المتحدثين انه الطائفيه الموجوده. نعم هنالك طائفيه في العراق وهنالك طائفيه موجوده حتى في الاعتقالات العشوائية، واللي يسموها في بعض الأحيان الاعتقالات الاحترازية، وينفقد هذا من الشباب الموجودين، هي من المنطقة الغربية، مع الأسف الأغلبية هي من المنطقة الغربية. أنا لا أريد أقول من السنة والشيعة، لا أتطرق لهذا، لأنهم كلهم عراقيين إذا كان من هذا الطرف وذلك الطرف. لكن ما لا يحدث في العراق هو هذه جريمة، وممكن أن تعتبر جريمة يعني جريمة بحق الإنسانية. الاتفاقيات الدولية لا تبرئ أي جهة من هذه الجهات إذا كان رئيسا أو إذا كان مأمورا. يعني الجهات التي ترتكب هذه الحقوق يأتي يوم وتحاسب على الانتهاكات الذي قامت بها الحكومة العراقية، إذا كان رئيس جمهورية وإذا كان وزير أو المسؤول عن سجن، أو حتى لا يقوم بالتعذيب السجناء. يعني هذه العملية إذا يتوقعون هم يبرؤون نفسهم، أنه يدعون أنه حالات تحدث. نعم هذه الحالات تحدث وأنتم تعلمون بها، وهذه من يعلم بها هو مشارك بالجريمة، بنفس الجريمة وبنفس الأسلوب الذي يعامل بها السجون في العراق. هذه جرائم بحق الإنسانية، وهذه الجرائم كل المؤسسات الحقوقية في العالم أشارت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون. طيب دكتورة فاطمة، يعني لو تحدثنا عن على من تقع المسؤولية، من المفروض والمؤهل لمراقبة الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للمعتقلين والسجناء الأبرياء والمذنبين؟ يعني من يتحمل مسؤولية مراقبة هذه الانتهاكات؟
يعني هناك جهات عديدة، جهات وطنية أو محلية أو جهات دولية أيضا. هناك السلطة القضائية المسؤولة عن التحقيق في أي شكوى ممكن أن تصلهم عن أي حالة انتهاك، حتى ولو كانت حالة انتهاك بسيطة. أوكي، فكيف بحالات التعذيب التي تصل إلى حد تصفية المعتقلين أو حتى إخفائهم داخل السجون؟ هناك اللجان الوطنية الحقوقية، مثل في العراق مثلا لدينا مفوضية حقوق الإنسان، أيضا هي جهة مسؤولة عن مراقبة ما يحدث في السجون وتوثيق الشكاوي التي يعني يتقدم بها أي نزيل في هذه السجون، سواء كان موقوف أو حتى محكوم. أيضا هناك اللجان الحقوقية والمنظمات والمراكز المحلية، أيضا هذه تريدهم شكاوي، من حقهم حتى هم أن يراقبوا ما يحدث في السجون. طبعا نحن نتحدث هنا يعني عن المفروض يعني الذي يحدث في أي دولة يعني تحترم نفسها وتقول أنها دولة سيادة. إضافة إلى ذلك هناك اللجان الدولية، الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، من حقه أن يعني يبتعث أي مقرر مسؤول عن أي انتهاك يحدث في السجون من أجل الزيارة والتفتيش وتقديم يعني توصلتهم أي شكاوي أن يقوم بالتحقيق يعني والتحقق من هذه الشكاوي. إضافة إلى بعثة نامي التي يعني مسؤولة عن مراقبة حالة حقوق الإنسان في العراق، وهذا هو أساس يعني ابتعاثهم. يعني هناك أيضا المنظمات والمراكز الحقوقية الدولية، أيضا من حقها حتى هي زيارة و يعني التحقيق في الشكاوي التي تصلهم وتوثيقها، إذا نعم. كان توثيق أي شكاوي ممكن أن تحدث داخل هذه السجون. كل هؤلاء الجهات جميعها مسؤولة عن يعني مراقبة الصليب الأحمر، أيضا لديه دور كبير في زيارة الزيارات الدورية للسجون والتوثيق ما يحدث في السجون. يعني الحقيقة يعني كثير من الجهات، ولكن في العراق هل يسمح لهذه الجهات بمراقبة السجون؟ هل يسمح لهم؟ نحن نسمع كثيرا أن الحكومة العراقية تقوم بين الحين والآخر بمنع الزيارات، خاصة الزيارات الدورية. والحقيقة مثلا يعني الزيارات الدولية يجب أن تقوم بها ينامي دون الكشف عن تفاصيل أو سبب منع الزيارات أو نعم. حتى إخفاء المعلومات وغيرها، دون أن حتى يتم يعني التدقيق في هذه فيما تقوم به الحكومة العراقية، وكيف يمكن الحد من هذه التصرفات، وأن نعم. يتم يعني تجعل الحكومة الأمر أكثر سلاسة ومتاح لزيارات هذه الزيارات التفتيشية. دكتور أيمن، الدكتورة فاطمة ذكرت جهات عديدة توثق حالات التعذيب داخل السجون الحكومية وحتى حالات الوفيات التي تحدث هناك. تعذيب الأجهزة الأمنية والميليشيات كما يقول الكثيرون والمتابعون صار ظاهرة حكومية راسخة ومتجذرة، ولكن السؤال هنا ما فائدة التوثيق إذا كان بلا حلول؟ دكتور أيمن. أخي الكريم، هذه حقوق وجرائم لا تسقط بالتقادم. حقيقة إذا تم التوثيق بشكل مهني وبشكل صحيح وبشكل مقروء عالميا ودوليا، فهذه الحقوق لن تسقط بالتقادم نهائيا، بل يعني لا شك أنه سيأتي اليوم الذي يعني ينتصف المظلوم من الظالم. لكن هذا يعني في الحالة العراقية حقيقة، يعني أود بس أعلق قليلا أنه مسؤولية هذه التوثيقات أو مسؤولية المراقبة أو مسؤولية، الكل يعلم صعوبة هذا العمل داخل العراق بسبب هيمنة الميليشيات على الساحة العراقية. يعني اليوم جميع المدافعين لحقوق الإنسان، لا يعني لا أبالغ حقيقة إذا أقول جميع المدافعين عن حقوق الإنسان يعني تطارده هواجس كثيرة بسبب العمل داخل العراق. هذا إذا كان يعني يستطيع أن يعمل داخل العراق، فضلا عن التهديدات الصريحة والرسائل التي ترسل والأمور الأخرى التي تحاط بعمل هؤلاء. فلذلك هم يعني اليوم وفق الدستور النافذ في العراق
ينبغي على رئاسة الجمهورية هي الطرف الأساس في حراسة الدستور كما يقولون. أين دور رئاسة الجمهورية في حراسة مواد الدستور، ولا سيما الباب الثاني منه والذي يتضمن فصول ومواد عن الحقوق والحريات العامة وكرامة الإنسان يعني الأمور المصانة والمكفولة من قبل الدولة؟ أين دور الرئاسة اليوم؟ نحن نتحدث عن عقدين سابقين، لا يوجد أي دور في لها. ومن أراد أن يتدخل ومن أراد أن يعني الكل يذكر، مثلا بعض المسؤولين في الرئاسة زاروا السجون، لكن ما الذي حصل لهم؟ تمت وسمهم بالإرهاب وملاحقتهم فهذا الحقيقة يعني هذا نتيجة أو هذا مصير من يحاول إثبات بعض الحقائق في العراق، لأنه اليوم نحن في دولة يعني في يعني مفهوم الدولة في العراق بعد 2003 غائب، لا يوجد مفهوم للدولة، لا يوجد سلطان للقانون، هنالك قانون القوة وقانون الذي تفرضه أو يفرضه سلاح الميليشيات والقانون الذي يفرضه المال السياسي الفاسد، وهذا هو واقع الحال في العراق. لكن ما هو الحل؟ مثل ما تفضلت، يعني لا ينبغي للضحايا يعني يصلوا بمستوى الإحباط إلى عدم توثيق الحالات. طيب نعم، التعذيب حالات خاصة وتوثيقها يعني طبعا بأمور خاصة، لأنه التعذيب تعلم جنابك أنه وقتي، قد يمر الوقت وتزول الآثار، لكن هذا لا يمنع حقيقة على أي يعني خاصة هنا من يعني توفوا تحت التعذيب. هذه شهادة الوفاة التي يعني اليوم مثلا لدينا إدارات السجون تعلن عن وفاة سجين في ظروف غامضة، زين إدارة السجون تقول هذا السجين توفي في ظروف غامضة، إدارة المستشفيات التي يعني تنظم شهادات الوفاة تذكر أن سبب الوفاة مرتبط أو متعلق بما ستنتج عنه الفحوصات المختبرية، هو مات بظروف غامضة مثل ما تقول إدارة السجون. طيب إدارة دكتور السجون نعم. نعم. دكتور آسف للمقاطعة، ولكن دعني أنتقل في هذا التساؤل الذي تطرحه الآن إلى الأستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، يعني العديد من المعتقلين قضوا تحت التعذيب في السجون الحكومية، ولكن سجل في شهادات وفاتهم أن موتهم طبيعي وليس بسبب التعذيب. ولكن السؤال المطروح هنا، إلى من يلجأ ذو الضحايا لإنصاف من قتلوا تحت وطأة التعذيب؟ اللي حدث واللي قاعد يحدث واللي ربما يحدث أيضا في العراق بالوقت الحاضر وفي المستقبل، لأنه الحكومة العراقية أو المسؤولين عن السجن أو الإداريين الذين يتبنون الفحص الطبي وتخرج التقارير بوفاة السجين لأسباب تكلم الدكتور أيمن أنه غامضة، هذا الموضوع لا يعني حقوق الإنسان بقدر ما يعني حقوق الإنسان بوفاة هذا الشخص، وهذا الشخص لأنه هذا الشخص هو موجود في هذا السجن. يعني ما معرفة كيف توفى هذا الشخص، نحن لا نعتمد على التقارير الطبية المزورة، وإنما نعتمد على شهود الأحياء الذين كانوا في السجن، الذي رافقوا هذا السجين في السجن. وكثير من السجناء وحتى في سجن الناصرية ماتوا لسبب عدم الأدوية، يعني أكو أمراض مزمنة، هذا ليست بالتعذيب وإنما لسبب منع الأدوية من هذا المريض من هذا السجين، ولهذا السبب توفى. وحالات أخرى يطلبون من عائلة السجين يعني تأخذوا هذا الشخص بس على شرط لا تفتح القبر مالته، يعني لا تفتح الجثمان ولا ترون الجثمان، يعني أكو آثار للتعذيب على هذا الشخص.
هذه حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية هي مسؤولة عن هذا الموضوع ومسؤولة عن كشف الحقيقة هذا الموضوع. كشف الحقيقة ليست بصعوبة جدا حسب ما يتوقعها المسؤولين العراقيين المسؤولين عن السجون حتى يبرؤون يعني نفسهم من هذه العملية بتقرير طبي مزور. يعني هذا لا يمنع أنه هذه العملية وأشارت عليها الأمن انترناشنال، قالت هذه المسائل الذي تحدث في العراق والذي يموت في العراق يعني قضية مبهمة، واحنا نعلم كيف توفى هذا الشخص. إذا اكو تقارير طبية، اكو تقارير حقوقية تثبت بوفاة هذا الشخص باعتراف السجناء، يعني السجناء الموجودين، لأنه قضية الاعتراف ليست اعتراف شخص وليس باعتراف. احنا نعلم جيدا انه السجن بالعراق هم غير شفافين بإداء المعلومات الكافية للمنظمات الحقوقية، وحتى المنظمات الدولية المعنية لا تصلهم التقارير فيها شفافية وفيها صدق. إذا هنالك خلل في إداء المعلومات، من كان هنالك خلل إذا المعلومات التي تأتي وتنشر من قبل المؤسسات السجناء في العراق هذا لا نعتمد عليه، احنا نعتمد على التقارير التي تثبت انه هذه العملية والانتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجن والتعذيب داخل السجن، وهذا الأمر مكشوف وواضح لكل المنظمات الحقوقية في العراق ومن ضمنها الأمم المتحدة أشارت إلى هذا الموضوع. طيب دكتورة فاطمة، على الرغم من أن التعذيب يعني هو محظور بموجب الدستور الحالي في العراق الذي وضعه بول بريمر، لكن الحكومة بطبيعتها لم تجرم التعذيب بما يتفق مع الاتفاقية، إلى ما ترجعين هذه الازدواجية في المعايير التي تتبع الحكومة في العراق؟ يعني إذا لم تسن الحكومة القوانين اللازمة لحظر التعذيب وبالتالي حماية حقوق المعتقلين، إذن هي من الجهة الأخرى تحمي، وهذا هو النتيجة النهائية، تحمي مرتكبي هذه الانتهاكات، مرتكبي هذه الجرائم، وهذا هو ما ترمي إليه الحكومة. لأنه لو كانت لدى الحكومة نية في يعني ولها تقدير لحقوق الإنسان في العراق ولديها النية في حماية أي مواطن من أي انتهاك أو جريمة ممكن أن تحدث ضده، فبالتالي سوف تقوم بسن القوانين اللازمة لحماية هذا المواطن. إذا لم تقم بسن هذه القوانين وتشرع هذه القوانين على الرغم من أنها تعترف بأن هناك يعني أو تستنكر التعذيب، إذا فبالتالي تساهم في أن يستمر المجرمون فيما يقومون به من انتهاكات وجرائم، وأن يفلتوا كذلك من أي عقوبة أو حساب ممكن أن يتعرضوا له في المستقبل. هذا هو النتيجة التي يمكن أن نستخلصها. إذن هذا يدل على أن هناك ليس فقط ازدواجية، بل هو نفاق للمواطن العراقي من جهة تدعي وتقول أنها تأتي لتنفيذ القوانين وحقوق المواطنين، ومن جهة أخرى لا يوجد تنفيذ ولا يوجد فعل على أرض الواقع، فكيف يمكن للأقوال أن تنفذ إذا لم تكن هناك قوانين يتم سنها بناء حتى ممكن الاستعانة ب يعني بالمسؤولين يعني بمجلس حقوق الإنسان من أجل سن وتشريع هذه القوانين. هناك قضاة، هناك مختصون في تشريع القوانين، حتى لو عجزت الدولة العراقية عن وجود عن الاستعانة بالخبرات المحلية، هناك خبرات دولية تساهم في رفض القوانين العراقية بما يؤهل حتى هذه القوانين بأن تكون مواكبة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق، مثلا اتفاقية التغييب والإخفاء القصري. نعم. هذه هناك افتقار للقوانين العراقية باتجاه يعني مواكبة ويعني مسايرة المعايير الدولية التي أصلا وقع عليها العراق. حتى
أن هناك يعني في الحقيقة يعني محاولة للتضليل، محاولة للغش، نقولها بصراحة بصريح العبارة، وتضليل الرأي الدولي، الرأي العام الدولي، أن هناك يعني هناك قوانين ولكن حقيقة لا يتم تطبيقها حتى في أبسط صورها في العراق. نعم. دكتور أيمن، نبقى في هذه النقطة، وربما سأبحث معكم نقطة أن هناك نية مسبقة في تعزيز مبدأ الإفلات من العقاب في العراق، ولكن دعونا مشاهدينا الكرام، ضيوفنا الأعزاء، دعونا نشاهد بعضا من مناشدات ذوي المعتقلين والمغيبين قسرا منذ سنوات، والتي دعوا فيها إلى إنهاء معاناتهم وإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين بتهم كيدية وبوشاية من قبل المخبر السري، فلنتابع. مظلومين بالسجن، أنا ابن 14 سنة محكوم 70 سنة، شو أتأمل من عنده؟ شنو أتأمله؟ الأمريكان أخذوا شلبوا بيه العراقيين، ضابط الدعوة بالمطار يد منه 6 فاطر، منين أجيب له؟ منين؟ مواجهة ما أقدر عليها بعد، 14 سنة شفت عذاب إلا الله قال بس، كافي عاد أمانة طلعوا ولدنا، لا ماكلين لا شاربين، منين أجيب له؟ سوي عادة محكمة، يقول لي نفس الحكومة بخل، ليش لا تقول لي جيب التنازل؟ تنازل لجنة طبية تعذيب عدة. زرفوا بالدرايلات ما خلوا به شيء، ولدنا كلهم معتقلين على كل شيء ماكو، على مخبر سري، على دعوات كيديه، يعني هيك ليش خوا ليش؟ احنا مو خطيه عليكم، ولدنا خطيه، والله تعبانين، والله مرضى، والله ما بينا عين، وهذا شهر رمضان، شهر فضيل، فضلوا علينا وباعوا حالنا، وقولوا ذني نسوان كبار، والله ما بي حال اروح للسجن، ما بي حال اروح للمواجهه، تعبانه والله تعبانه، مو بس انا، كل الامهات مرضى، كل الامهات تعبانات، طلعوا ولدنا واحنا نطلع، احنا نعوف لكم العراق الجبل بما حمل، بس طلعوا ولدنا، ولدنا عزاز علينا، ترى ربيناهم وتعبنا عليهم، ليش يعني ليش؟ ليش مربحيت هالولدنا؟ والله اللقمة ما نقدر ناكله، تصير دموعنا تظل تنزل من ناكل اللقمة، وولدنا معتقلين، قال ليش؟ دكتور أيمن، نبقى في هذه النقطة، تعتقد أن الموضوع الازدواجية في التشريعات، حيث أن الحكومة أو السلطات الحكومية يعني التعذيب فيها محظور بموجب الدستور في العراق، الدستور الحالي في العراق، هل تعتقد أن هذه الازدواجية تعود إلى نية مسبقة في تعزيز مبدأ الإفلات من العقاب دكتور أيمن؟ أخي الكريم، السماح للميليشيات واستفحال الميليشيات وسيطرتها وهيمنتها هذا دليل حقيقة، يعني هذا دليل قاطع على أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تريد أن يجري هذا الأمر ويجري بسلاسة، وهي بمنأى، تشعر نفسها بمنأى عن المسؤولية باعتبار أن الميليشيات هي المرتكب الأول أو هي الفاعل الأول. وهذا يعني حقيقة الأمر، هذا ما يراد في العراق بعد 2003، يعني الخطاب الذي تتبناه حكومات الاحتلال المتعاقبة يختلف تمام الاختلاف عن سلوك هذه الحكومات. نعم. يعني لا توجد أي حكومة متعاقبة لم تنتهك الدستور، لا توجد أي حكومة متعاقبة لم تنتهك حقوق المدنيين العراقيين، لا توجد أي حكومة متعاقبة لم تتورط بدماء العراقيين، لا توجد أي حكومة ممكن أن يعني يقال عنها أنها تريد أن تعمل أو تريد أن تقدم شيء. لماذا؟ لأن الوطنية، الأولويات الوطنية مفقودة لدى هذه الحكومات، لا توجد أي أولوية وطنية حقيقة، يعني هذا يعني هذا واقع الحال في العراق ما بعد 2003. كل الحكومات التي أتت هي حكومات تابعة لهذه الجهة الخارجية أو تلك، وتنفذ المخططات، طبعا ولا سيما هنا الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني الذي يعاني منه العراق، هذا يعني هذان اللاعبان هم الأساسيان على الساحة العراقية، وكل الحكومات لا تستطيع أن تخرج من فلك هذين اللاعبين. فلذلك لا أحد يعني
تجد الحكم يعني هل من المعقول 20 سنة أنتم تحكمون لا يوجد لا توجد بيانات؟ نعم دكتور أيمن، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور أيمن، أنتقل إلى أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، في هذه النقطة تحديدا، هل ساهم إفلات المتورطين بتعذيب المعتقلين من الضباط والمراتب الأدنى والمستويات الأدنى في أنه تتفاقم ظاهرة التعذيب وبالتالي تنتشر في كافة سجون ومعتقلات العراق برأيكم أستاذ ضياء؟ نعم، بالوقت الحاضر المسؤولين عن الانتهاكات لحقوق الإنسان من الضباط والمراتب الموجودين في السجون هم لهم ارتباطات في الميليشيات أو ما يسموها المنفلتة. هذه هي الميليشيات التي تساند هذه المجاميع، ونحن نعلم يعني كيف إذا ينسجن واحد من عندهم من هاي الميليشيات يروحون للسجن ويخرجون من السجن. نفس الميليشيات أخي في العراق، يعني حقيقة احنا قاعد نتكلم على صيغة دولة. هل هو السؤال، هل توجد دولة في العراق حتى واحد يتكلم على صيغة الدولة وبحماية الدستور؟ هل هو هذا رئيس الجمهورية عند الاستعداد أو الإمكانية؟ نعم، هو عنده الإمكانية القانونية والدستورية أنه يحمي المواطنين من الانتهاكات لحقوق الإنسان في كل العراق، لكن هل هو متمكن أن يقوم بهذا العمل؟ هل توجد فعلا دولة في العراق يعني مستقلة غير تابعة الى 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 دول الجوار ومن ضمنها ايران؟ من يسير العراق ومن يسير الحكومه العراقيه هي ايران، المسؤول الاول والاخير عن الاجهزه عن الملف الامني العراقي. هذا معلوم لكل العالم ومعلوم لكل المؤسسات الحقوقيه التي تعمل في العراق وخارج العراق. في الوقت الحاضر احنا نتكلم على 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 حكومه، والحكومه هي نطالب من هذه الحكومة، الحكومة مسيرة من قبل الميليشيات والميليشيات تابعة إلى إيران، حتى السياسيين الموجودين في العراق هم تابعين إلى إيران. يعني حقيقة لا توجد عملية سياسية بصيغة من العراقيين، وحتى المؤسسات الموجودة بغض النظر عن ارتباطاتها هي مسيرة وليست مخيرة، وحتى الأحزاب المشاركة في السلطة من 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 كل الأطراف يعني من كل طوائف العراق هم مشاركين بهذه الجريمة. إذا أردنا أن نحكم على هذه المجاميع، إذا نحكم على العملية السياسية ما بعد الاحتلال والعملية السياسية ما بعد الاحتلال والملف الأمني من قبل الأمريكان، سلم الملف الأمني بيد الأجهزة الأمنية الإيرانية، وهذه حقيقة تفاوضوا مع الإيرانيين على الملف الأمني العراقي قبل أن يخرجوا الأمريكان، وهذه حقائق. يعني الحقائق إحنا لا يمكن أن ننكرها ونتكلم على الحكومة العراقية وزير ورئيس وزراء وجمهورية، دولة لا شيء، دولة يعني دمى بيد الإيران. يعني حقيقة يعني من يعني 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 أغضب من حين يتكلم عن الدولة العراقية. لا توجد دولة في العراق إطلاقا بصفة دولة، بصيغة دولة، دولة محترمة يعني كدولة وتمثل شعبها ومستقلة بقراراتها، هذا لا يوجد في العراق. طيب دكتورة فاطمة، لو ننتقل إلى قاعة المحكمة، هذه الانتهاكات تنتهي باعترافات تحت التعذيب، ولكن القاضي يبني عليها حيثياته في عقوبات ربما قد تصل إلى عقوبة الإعدام في تهم خاصة بالإرهاب. ولكن المحور هنا والمفصل هنا دكتورة، هل المتهم بعد تعذيبه تعتقدين أنه يلقى ضمانات محاكمة عادلة؟ لا بالتأكيد، يعني هو الموقوف والذي يتم يعني محاكمته أو السجين الذي يتم محاكمته يعني بعد هذه السلسلة من العمليات التعذيب، أين الآن حقوق هذا المواطن؟
الحقيقة يفقد فقد جميع حقوقه، لا يستطيع حتى أن يشتكي، حتى لو اشتكى فإن شكواه لا يعني لا يتم حتى الاعتداد بها، أو حتى تغيير ملف المتهم أو الموقوف، ويعني إخفاء بعض المستندات مثل الوثائق التي توثق التعذيب وغيرها حتى لا تصل إلى القاضي. القاضي حتى لا ينظر إلى يعني ملف القضية بصورة يعني دقيقة يمكن أن نستند عليها، خاصة وأن حتى القضاء في العراق أصبح قضاء غير محايد وغير نزيه ويخضع للميليشيات. المشكلة الآن في العراق أن جميع مفاصل الدولة قد طالتها الميليشيات وسيطرت عليها. نحن عندما نقول أن الميليشيات تسيطر على الدولة لا يعني هذا العنصر من الميليشيات يأتي يعني يلبس ملابس الميليشيات، يعني يستطيع يعني أن يتم إدماج هذه الميليشيات في مختلف مفاصل الدولة عن طريق مختلف الوسائل كما يحدث الآن من إدماج الميليشيات الحشد في القوات الأمنية في الجيش أو الشرطة. هم باقي انتمائهم وباقي ارتباطهم وعقيدتهم هي ما تربوا عليها من خلال هذه الميليشيات. كذلك السلطات القضائية، القاضي الذي ليست لديه عقيدة وطنية ومبنية على أساس علمي من خلال الدراسة، من خلال ما يعني يمر به من تجارب متراكمة، ولا يحتكم إلى هذا في العراق، يحتكمون فقط إلى ما تملي عليه ميليشياتهم من خلال عمليات الترغيب أو الترهيب. ولذلك عندما يتعرض المعتقل إلى عملية تعذيب، حتى لو في العراق، أنا أتحدث هنا في العراق لأن المواطن يجب أن يكون محمي، خاصة خلال مرحلة التحقيق يتعرض خلالها إلى أبشع أنواع وصنوف التعذيب، وبالتالي يتم انتزاع اعترافات بالقوة، وهذا هو الذي يستند عليه القاضي من خلال إصدار الحكم. لا ينظر إلى جميع الوثائق التي يتم رفضها في الملف، حتى من توثيق لما يتعرض له يعني المعتقل من عمليات تعذيب حتى يوقع على الاعترافات، بل يعتمد القاضي على أساس أن هناك الدليل الأهم والذي هو اعترافات المتهم دون النظر في بقية الأدلة، الأدلة التي تعتمدها المحكمة أو حتى إلى تقرير التعذيب. ولذلك تكون دائما عملية إصدار الأحكام هي مبنية على أساس فقط اعتراف المتهم، وفقد بذلك المتهم جميع حقوقه، ولكن تبقى عملية التوثيق هذه مهمة للمستقبل حتى لا يتم يعني لن يسقط حقه في المستقبل إذا كان هناك تغيير ممكن أن يحدث في العراق. وبالتالي حتى لو المتهم وصل إلى حد إعدامه وثبت بعد ذلك أن هذا المتهم بريء، يتم تبرئة ساحته حتى لو تم إعدامه. طيب. وهذا بالنسبة لعائلته ولذويه. نعم. مهمة جدا. أستاذ ضياء، عطفا على ما تفضلت به الدكتورة فاطمة العاني، نبقى في موضوع قاعة المحكمة. المحاكمات التي تبنى بالأساس على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، هل يمكن أن نعتمدها هذه المحاكمات؟ هل يمكن الاعتداد بهذه المحاكمات أستاذ ضياء؟ حقيقة القضاء، يتكلمت الدكتورة فاطمة قالت القضاء بالعراق غير عادل، وهذا باعتراف القضاء الأوروبي أنه اعتبر القضاء العراقي قضاء غير عادل، حتى إذا كان محكوما في العراق ودخل إلى البلاد الأوروبية لا يحكم على أساس الحكم اللي هو موجود الذي أصدرته الحكومة العراقية أو المحاكم العراقية. يعني هذه القرارات إنه قرارات القاضي في العراق ليست مخير، يعني هنالك قضاة أنا لا أشك بمصداقيتهم، لا أشك بدراستهم، وإنما أشك بولائهم الوطني أو لولائهم للقضاء، لأنه هذا القضاء حينما يأتي القاضي ويهدد من قبل الميليشيات ويصدر الحكم ضد المتهم بأحكام جائرة لهذا المتهم، وإحنا تكلمنا 14 سنة يحكم ب70 سنة سجن، يعني هذا ما هل هم عقال؟ يعني اللي أصدر هذا الحكم هل هو عاقل؟ يعني صاحي عقليا؟
يعني ممكن واحد يتكلم على هذا الإنسان، وهذه الأحكام هذه حالة من حالات، وحالات كثيرة موجودة، حتى احنا عندنا صور موجودة مصورة في المحكمة العراقية وفي محكمة الديوانية، يدخلون أحداث غالقين عيونهم والقاضي يحكم عليهم. يعني هل معقول هذا؟ حتى يعني من يحكم الشخص ما يعرف من هو اللي يحكمه. هذا القضاء بالعراق قضاء غير عادل. يعني المشكلة ليست بدراسة القاضي أو بحكم القاضي، بمشكلة أنه الحكومة العراقية أو الميليشيات هي التي تجبر القاضي وتجبر المؤسسات الحكومية باتخاذ هذا الإجراء، لأن هم مرتكبين هذه الجرائم، هم منتفعين من السجناء الموجودين. يعني إذا نتحدث كيف ينتفع الميليشيات من السجناء وابتزاز السجناء بهذه الحالة، وكثير احنا عندنا حالات كيف يبتزون الناس من أهاليهم من أهاليهم، كيف يبتزوهم حتى في أراضيهم وفي سكنهم وفي ابتزاز مادي وحتى ابتزاز على شان العرض. يعني حقيقة أنا أتكلم بقضاء بالعراق، يعني قضاء يعني منهك، يعني لا يمكن أن نعتبر هذا القضاء قضاء عادل ونحمل المسؤولية للقاضي. هو القاضي أيضا شخص يعني لا يختلف عني ولا يختلف عن الآخرين، حينما يهدد بعائلته ويهدد بروحه فيقضي على شخص يقول لك أخلص روحي أقلها طيب. من الموت. يعني هذه الحقيقة. سأعود إليك أستاذ ضياء، ولكن أنتقل للدكتورة فاطمة. دكتورة فاطمة، ربما الحكومة يعني تبحث عن حلول. على سبيل المثال، يعني المتحدث باسم وزارة العدل صرح بأن الوزارة بصدد إنشاء سجون جديدة لحل أزمة الاكتظاظ في السجون. هل تعتقدين هذا هو الحل دكتورة فاطمة؟ يعني مع الأسف الشديد، يعني هذه الحلول التي تقوم بها الحكومة هي يعني تريد أن يعني تزيد من مآسي العراقيين، تريد أن يعني ترفد السجون بمعتقلين جدد بأبرياء آخرين يتم يعني اعتقالهم بدعاوى كيدية وغيرها، وحتى تحت طائلة الإرهاب، فقط من أجل يعني استغلالهم واستغلال ذويهم. هذا هو ليس في الحقيقة الحل لما يحدث في السجون العراقية. الحل الأهم هو مراجعة ما يحدث في السجون، مراقبة السجون مراقبة صحيحة، تطبيق القوانين العراقية، إبعاد الميليشيات عن السلطات سواء التنفيذية أو السلطات القضائية، حماية حقوق النزلاء في السجون، إضافة إلى ذلك حتى حماية يعني السلطات الرقابية المسؤولة عن توثيق ما يحدث في السجون، من أجل أن تكون العملية شفافة وأن تخرج بنتائج صحيحة وحقيقية لما يحدث في السجون. أما إذا بقت سيطرة الميليشيات بهذه الطريقة في العراق، فإنه بالتأكيد نحن نتوقع بأن يتم زيادة عدد السجون، خاصة وأن هناك في العراق سجون يعني سرية، ومن الممكن أن يتم يعني تحويل هذه السجون حتى السرية إلى سجون يعني علنية. الذي يحدث في العراق أن هناك سلسلة من الفساد المتفشي في هذه الدولة بسبب سيطرة الميليشيات وغياب الروح الوطنية، العقيدة الوطنية التي تبنى على أساسها القوات الأمنية، السلطات القضائية، والتي هي دكتورة فاطمة عفوا الوقت أدركنا، عفوا آسف المقاطعة. أستاذ ضياء بدقيقة لو تفضلتم بنقاط محددة، كيف ترى حلول هذه الأزمة وهذه المشكلة بنقاط محددة؟ حلول هذه الأزمة بدون رقابة دولية على السجون العراقية، لا يمكن أن الحكومة العراقية تنفذ من هذه الجرائم التي تنتهك بحق السجناء. لازم تكون هناك رقابة دولية من مؤسسات دولية تشرف على السجون وتراقب السجون. في بعض المؤسسات في العراق
لا توجد هذه الرقابة، والموجودين في العراق غير قادرين على حل هذه المشكلة، مشكلة السجون. يعني حل مشكلة السجون يجب هنالك أن تكون رقابة، يجب هنالك أن تكون دورات قضائية ودورات للقضاة، كيف يمكن أن يكون القاضي عادل وأخذ المعلومات من السجين بصيغة بدون تعذيب. هذه المفروض بها مؤسسات ومختصة بهذه الأمور، يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ هذا الإجراء. في ختام هذه التغطية نتوجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، حدثنا عبر سكايب من عمان. ونتوجه أيضا بالشكر الجزيل عبر سكايب، كانت معنا الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. شكرا جزيلا دكتورة. وكان معنا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. شكرا جزيلا أستاذ ضياء، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.